يومك مبارك عزيز المشاهد، وأهلا وسهلا بك في اليوم الخامس من رمضان، في هذه الليالي السعيدة والعظيمة، ليالي السحر، وهي أسعد الليالي وأسعد الأيام، لأن فيها رضاء الله وابتعاد الإنسان عن كل ما يعكر صفوه بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي انعتاق من النار، وأيضا فيها هذه الألفة والتقارب مع الأهل الذين هم في الحياة أو الذين غادرونا. هذه العلاقة في رمضان تجد لها معنى آخر، وخصوصا الآباء والأمهات والأخوة وحتى الأزواج والزوجات. يعني الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام كان دائما يذكر السيدة عائشة، السيدة خديجة، وكان دائما يذكرها بخير، وكان يدعو لها، وكان دائما لا تفارق مخيلته ولا تفارق لسانه، حتى أنه في مرة كان جالسا في البيت فسمع صوت هالة أخت خديجة الكبرى عليه السلام، فانتفض وقال: تالله إنها هالة، هذا صوت هالة، فإن صوتها يشبه صوت خديجة. فخرج مسرعا. طبعا هذه الحادثة تتكلم عنها السيدة عائشة في باب الغيرة لدى البخاري، يعني البخاري في باب الغيرة السيدة عائشة تقول بأنني لم أغار من واحدة، فقط كنت أغار من حب الرسول لخديجة الكبرى. وذكرت هذه الحادثة التي قالت له: ما لك انتفضت، يعني عشقا امرأة كانت يعني في الغابرين وعجوز، واستبدلك الله بباكر قال أفضل منها؟ قال لها: لا والله يا عائشة، هذه خديجة. وبدأ يسرد كل صفات خديجة الكبرى، ولذلك خرج إلى هالة أخت السيدة خديجة عليه السلام، وبدأ يحدثها ويطلب منها أن تأتي دائما. قال: والله إن لرؤياك وصوتك يسعدني كثيرا يا هالة، فإن فيك أشياء كثيرة من خديجة. وكان يطلب منها أن تأتي دائما لكي يراها. هذا واحدة من الحب والذكرى للأزواج، يعني ليس فقط للآباء والأمهات والأخوة، أيضا الزوجة والزوج، حتى وإن الزوج تزوج، وحتى من الزوجة مات زوجها الأول وتزوجت، فأنا طبعا هو بها شيء من الحرج أن تذكر زوجها الأول أمام زوجها الثاني، ولكن طبعا هنالك الله سبحانه وتعالى أعطى لنا عقلا وأعطى لنا شيء من الخصوصية، قادرة أن تقدم بها لذلك الذي ذهب إلى العالم الآخر، أن تقدم له جزءا من حبها ووفائها. وهذا ليس خرقا لعلاقتها بزوجها الثاني، أو ليس خرقا لعلاقته بزوجها الثانية، ولكن هي هنالك عقل يتحكم وقادر على أن يجد توليفة ما بين هذه وتلك. ولذلك أعتقد هذه الليالي نبتدئها دائما بذكر الأحبة وذكر الأهل وذكر الآباء، وخصوصا الأمهات. هي مناسبة عظيمة جدا أن نتواصل. كلنا قصرنا مع أمهاتنا، لا يوجد إنسان أبدا وفى أمه حقها. يعني مرة أحد المؤمنين جاء إلى الرسول قال: والله أنني أحمل أمي على ظهري في كل عام من الحج، فهل وفيتها حقها؟ قال: لا والله، إنها لا تعادل طلقة واحدة من طلقات الولادة. ولذلك فإن الأمة أبدا إطلاقا لا يمكن أن نفيها حقها إلا الله سبحانه وتعالى الذي يكرمنا بأن نقدم لها شيئا. ولذلك رمضان فيه الجانب والقناة العظيمة التي تصل إلى الأمهات، ولهذا نقول احنا كلنا قصرنا، وكلنا نريد أن نفي جزءا من حق الأم أو الآباء،
ولذلك الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الشهر. فقوموا قوموا لذكرى أمهاتكم، وصلوا لأمهاتكم وآبائكم، وادعوا لأمهاتكم وآبائكم، وقدموا الخير على أرواح أمهاتكم وآبائكم، فإن الخير في هذا الشهر هو أعظم بكثير من الخير الذي يقدم خارج هذا الشهر. مناسب والله، مناسبة سعيدة. أعظم شيء الإنسان عندما يقدم شيء من الدين يحس بالحبور والارتياح، ويقول لك الله ذهب عن قلبي هم. واحد لما نروح على المديون، المديون يكون حاله يعني بالتأكيد ليس طبيعيا، فعندما يفي هذا الدين يعود مرتاحا طائرا سعيدا، لأنه تخلص من هذا الهم وهو هم الدين. فما بالك بهم الأم ودين الأم، عفوا، وهذا الدين لا يمكن أن توفيه كله، ولكن علك تبذل جهدا وتجتهد في تقديم جزءا من هذا، لا يمكن أن تفيها، ولكن تقدم جزءا من الواجب. يعني أنت صح، ما رايدين الواجب، ما رايدين الفضل الآخر. أما لو اجتهد في تقديم الفضل الآخر، أن تحج عنها وأن تفعل شيء وتبني لها شيئا سبيلا وغيره من الشيء، بالعكس هذه هي المناة الأعظم والأمنية الأكبر التي يبغيها الإنسان في حياته. شهر فضيل وساعات قليلة ومعدودة وأيام محددة، إن ولت لن تعود. مرت 5 أيام، باقي 25 يوم، وقد تكون 29 يوم يعني. ولذلك علينا أن نستغلها حتى لا نندم، وكما أقول في كل مرة، قد لا نلقى في عامنا القادم رمضان، قد نكون في عالم آخر أو في حال آخر، لا قدر الله، في مرض، في شيء، في حالة، وبالتالي ليست لنا القدرة أن نقضي رمضان. فلنجعل من الرمضان الذي نعيشه هو الرمضان الأخير في تصورنا، لأنك لا تعرف. وتذكروا كما قلت أكثر من مرة، تذكروا هنالك أحبة بكامل قوتهم وصحتهم غادرونا ولم يسعدوا معنا برمضان هذا. الحديث عظيم في هذا الجانب. اليوم كنت أتصفح أيضا بعضا من كتبي التي كتبتها عن الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام، أو عن أبي الحسن عليه السلام، وبالتالي استوقفتني اليوم بالذات، يعني استوقفني حديث ثبته في كتابي عن الإمام علي عليه السلام وأسرار النفس البشرية. هذا الكتاب، يعني هذه المقولة حقيقة وجدت فيها عمقا كبيرا نحن بأمس الحاجة إليه الآن، وهو: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم النفس ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. نصب نفسه إماما يجب أن يبتدئ بنفسه، فإن ميدانكم الأول نفوسكم، إن استطعتم عليها كنتم على غيرها أخضر. في هذا الحديث العلوي أشياء عظيمة. أولا، من نصب نفسه للناس إماما، لم يقل للمؤمنين إماما، لأن ثم تفرق بين المؤمنين والناس. الناس فيهم المؤمن وغير المؤمن، وبهم المسلم وغير المسلم، فيهم الصالح وفيهم الطالح. لو قال المؤمنين فإنهم صفة واحدة تخص بعضا من الناس، وهنا أعطى كلمة الناس. ولذلك من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه وتجذيبها، فإن استطاع عليها كان مقنعا للآخرين. ثم يقول: الإجلال يكون ليس بالمنصب،
يعني تلاحظون هذه المقولة لديها عمق كبير جدا. الإجلال ليس بالموقع، يعني كثير من الناس يوضعون كوزراء ك ك ك أو أئمة أو شيء. العظمة ليست في هذا الموضع الذي وضعت فيه، ولكن العظمة هو أن تقتنع الناس بك. إذن القاعدة هي التي تحكم وليس الموضع الذي يحكم، وهذا فيه جماهيرية وفيه يسارية وفيها عمق اجتماعي وجماهيري وشعبي، بأن الذي يحكم على الإمام ليس موقع الإمام وليس الإمام وليس من نصب الإمام، بل المقصود هنا طبعا الإمام ليس فقط الإمام في الدين، المقصود هو أيضا من يمتلك القدرة على قيادة الناس وتسييرهم وقيادتهم. ولذلك قال الناس، لم يقل إماما للمؤمنين، لو كان إماما للمؤمنين فهو إمام جامع أو إمام دين وإمام دين، ولكن هنا يقول من نصب نفسه إماما للناس، والناس جمع متغير ومتنوع. ولذلك أبو الحسن يقول حتى تكون مرضيا من الناس وحتى تكون مقبولا من الناس ورضاء الناس من رضاء الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تمارس مع نفسك قبل أن تعلم الناس أشياء. يعني لا يمكن أبدا أن تكون إماما مقنعا وأنت غير مقنع بتصرفاتك، يعني بالتأكيد لن يهتدي بك الناس ولن يحترمك الناس ولن يجلك الناس، فلتجعل من نفسك نموذجا ليس في كلامك. هذه مسألة مهمة، النموذج ليس في الكلام، الكلام سهل كل عالم تستطيع أن تتكلم، ولكن التطبيق على النفس وتجديد النفس هنا هي الجهاد الأكبر. ولهذا فإن الإمامة يجب أن يمارس، يعني مو أنا أقعد أقود الناس أو أنا إمام جامع أو مدير مدرسة أو غيرها وغيرها، أتكلم بالاحترام والوقار والصح والخطأ والحق والباطل، وأنا لم أطبق لا حق ولا باطل ولا شيء ولا احترام ولا أي شيء. رجل أستغل الفرص، رجل أمتاز بقلة الخلق، أمارس الموبقات، وبالتالي كيف تكون مقنعا؟ ولهذا الإمام علي كان دقيقا جدا في هذه المقولة العلوية العظيمة، من نصب نفسه إماما للناس فليبتدأ بتعليم نفسه. يعني الكلمة التي تخرج من لسانك عليها أن تمر على قلبك وتشذب القلب وتشذب النفس وتجعلها أسلوب عمل للحياة، بعد ذلك اطلق. مو والله لا ترتشون، يعني لا تنافقون، لا تفعل أي شيء وأنت تقوم بهذه كلها. بالتأكيد طبعا هذا جزء من فكر أبي الحسن عليه السلام، لذلك تلاحظون أتباع أبي الحسن والله الخير كله والنجاة كله والإيمان كله من يتبع علي بن أبي طالب، منهج علي بن طالب، لأنه علي بن طالب يتبع الرسول، علي من مدرسة الرسول، وبالتالي وخصوصا في هذه القضية. لذلك في مذاهب أخرى، طبعا لا نقلل شأن المذاهب إطلاقا، المذاهب أشياء عظيمة واجتهادات عظيمة أوجدها فقهاء لصالح الناس في تصورهم، يعني لكن تلاحظون مثلا في بعض المذاهب لا يشترطون التقوى لدى الإمام، يعني إمام الجامع يعني. يقول لك ما دام هو إمام أمك حتى لو كان سيء وهذا أوقف وراه، يعني مو بالضرورة أن تتحكم أو تقرر أنت قرارا بأن هذا الرجل غير عادل وبالتالي لا يحق له أن يأم الناس. إلا هذا مذهب الجعفري، يقول لا، يجب أن تكون هنالك قناعة بهذا الإمام، يعني يجب أن يكون مقنع، يجب أن يكون إمام حقيقي. ولذلك تلاحظون نشاهد في بعض الأحيان لدى الدواعش أناسا سيئين جدا ويتعاركون، يعني حتى حكوا لنا عن مواقف حصلت في السجون الآن للدواعش، يمارسون الموبقات وواحد يمارس الموبقات
ولكن الله أكبر الله أكبر وأمهم يا أبا هذا شلون تصلون وراء؟ آه خلاص إمام بعد لازم هذا. هذا هذا طبعا هذا خرق للديني وخرق للمنهج الصالح وما خلق لكل مفرد. طبعا هذه منهج هذا أسلوب أموي، أمويين أخوان غيروا الإسلام جملة وتفصيلة، يعني ألغوا كل القواعد. طبعا هاي ما بيها سنة وشيعة أخوان، يعني أول شيء ألغوا الشورى، يعني معاوية ورث لابنه، هذا أول شيء، ابني يرثني سيئا غير من شنو، إيه هذا أمير المؤمنين، خلاص أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يشرب خمر بدل شنو، الوليد يضرب القرآن بسبب يقول إذا قابلت ربك فقول يعني مزقني الوليد، خلاص ابن عم الهشام خلوه مسؤول عن الحج، وهذه تذكرها المصادر، يعني مو مصادر الشيعة مصادر السنية، أنه يحمل دينان الخمر معه عندما يذهب إلى الحج، فقالوا له قالوا هذا أمير حج خلاص يجب أن يتبع، يعني خلاص. هذا هل الأمويين، طبعا على فكرة الأمويين لا يتصور البعض هي سنة وشيعة، أمويين ليسوا سنة أخوان، معاوية ليس سني، يعني أنا أتألم أن أشوف بعض الأخوة يقول لك يعتبرها علي شيعي ومعاوية سني، لا أخوان احنا نتكلم عن شخص خارج السنة وخارج منهج السني، نجل احنا أهل السنة بالتأكيد، مذهب جليل محترم يعني يؤمن بالله وبرسوله وبالحج وبالصلاة كل هذه موجودة يعني، ولكن احنا نتكلم عن الأمويين، هؤلاء خارج السياق أخوان، فأرجو أن لا تأخذكم يعني عزة بأشياء غير عزيزة يعني. فلذلك تلاحظون الأمويين وبعدهم حتى العباسيين نصبوا خلفاء كانوا ليسوا على الصراط المستقيم، ولكن خلاص ما دام صار أمير مؤمن صار خليفة إذن هو أمير مؤمنين، وعلى الشعب السمع والطاعة، ومن خرج على أمير المؤمنين فأنه قد تبوأ مقعده من النار. وليخرج على الإمام علي؟ لا، هذا اجتهاد وقد له أجر واحد لأنه خرج وأخطأ يعني، وبالتالي له أجر يعني تصور يعني. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى في هذه اللحظات الجميلة، وأنتم البعض منكم الآن منكب على الصلاة، والبعض مشغول بالقرآن، والبعض منشغلات بإعداد السحر، حتى هذه عبادة يعني، الأخوات والأمهات والزوجات والبنات اللواتي يعدن الطعام الآن لسحور المؤمنين من أهلهم، هذا فيه عبادة كبرى يعني. تتصور بعض النساء بأنه ما عندها وقت تقرأ قرآن وما عندها وقت تصلي، لأنه ملتهية تسوي فطور لهم وتسوي سحور. أعتقد بأنه ما تقوم به كل الذي تقوم به كل الذين يفعلونه هي لها جزء كبير من هذا الأجر، بالإضافة لأجرها هي أنه تخدم أسرتها، بالإضافة لأنها تعمل في رمضان، هذه كلها أجور يكفلها الله سبحانه وتعالى لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا. فذلك لا يبتئسن أبدا، فإنهن مشاركات في الأجر وإن لم يشاركن بالفعل المباشر، فإن فعلهن الأول والأكبر كان في إعداد الطعام. ولكن طبعا هذا لا يعني أنه تكون بعيدة عن القرآن والصلاة بحجة والله أنا دا أسوي لهم أكل وهذا، لا بالتأكيد، حتى يعني تخدع من يعني تخدع رب العالمين بالتأكيد، الفرائض وقراءة القرآن وغيرها، ولكن بالتأكيد النساء حيزهن أكبر بكثير في إعداد الطعام من حيز الرجال، ولذلك جزءا كبيرا من هذا الوقت يذهب له. ولذلك عليهن أن يفرحن ويسعدن بأنهن يقدمن الطعام ويعدن الطعام للصائمين،
ولأسرهم، بل هو أساسا العمل إلى الأسرة فيه أجر كبير. الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام يقول عندما يعود، بمعناه أنا لست حافظ النص كاملا، بس يعني إنه عندما يعود رب الأسرة بعد انقضاء النهار متعبا ويكد لعائلته ويستحم، فإن كل ذنوبها تسقط مع المياه التي ترمى عليه. يعني معناه عندما يغتسل غسلة التعب من أجل عائلته، فإن كل الذنوب تذهب معه. انظروا إلى عظمة العمل من أجل العائلة ومن أجل الأسرة. وذلك الأبوة والأموة، الأمومة ما هي إلا أشياء عظيمة مباركة يعطيها الله سبحانه وتعالى لبني البشر، ولذلك أولئك الذين يكدون ويجتهدون. وذلك تلاحظون بأن كثير من الناس نشوفها متفاني من أجل أسرته، ولكن نقول هذا الرجل يعني معقولة عند بعض الأخطاء كذا كذا كذا، ألا يحاسبه الله سبحانه وتعالى؟ نعم، إن الله يبعد عنه الكثير من الشرور إكراما لأسرته التي تعيش وتعتاش على جهده. ولذلك لدينا في التراث الشعبي أشياء كثيرة، إن أبو البنات وغيرها، وهذا يشتغل على عائلة وغيرها، وبالتأكيد هذا يكون مبارك ليس لبركته هو بالذات، بل لبركة العائلة التي تعيش على جهده. ولهذا علينا أن نؤمن بقضية واحدة، إن أي جهد خير في هذا الشهر فيه أجر كبير. حتى عندما تذهب بعد الفطور إلى جارك لتسأل عنه وتطيب خاطره فيه أجر كبير، ونقل الطعام على بساطته إلى الجار فيه أجر كبير، محاولة تخفيف الهم عن بعض الناس من أسرتك أو الآخرين فيه أجر كبير. لذلك احنا نستغل هذا الشهر الفضيل، يعني نحاول أن نستذكر، يعني نقرأ القرآن. طبعا احنا بهذه الأشهر نحاول أن نستذكر أشياء معينة يعني تمر علينا. الآن هنالك برامج كثيرة تقدم، أغلبها هي تقريبا ليست إيجابية، يعني البعض منها فيها إساءة كبيرة، وما شاء الله الآن توجد موجة من الإساءات ومن البرامج. تكلمنا في الحلقة الأولى عن أن رمضان أصبح شهر الدراما وليس شهر العبادة، لكن أصبح هذا الشهر أيضا شهر الدراما السياسية. يعني ليست الدراما فقط الملهات، لا، الدراما السياسية، ودائما يعودون إلى التاريخ، وفي كل سنة نرى برامجا معينة تطرح أفكارا معينة في تعبير عن الصراع. الآن يوجد صراع في الشرق الأوسط بين دول كبرى ودول في الشرق الأوسط، أو بين دول داخل الشرق الأوسط في الخليج العربي في شرقها وغربه، وبالتالي هذه الدول تتصارع، فتبدأ باستغلال الدراما من أجل تثبيت أيديولوجية معينة. الحروب لا تقوم ولا تنتهي اعتمادا على السلاح فقط، بل الشعوب المؤمنة بقضيتها وبأيديولوجية معينة عندما تقاتل ستكون قادرة على تحقيق النصر من الشعوب الغير متأدلجة والغير متحدة والغير متواصلة مع الهدف الذي قامت من أجله الحرب. ولذلك تحاول الدول أن تجد الدراما، تجد المسلسلات تقوي فيها من أيديولوجيتهم ضد الدولة الأخرى. وذلك تلاحظون في رمضان دائما تشوف مسلسلات تعود إلى التاريخ. من الشخصيات التي شفت فيها تشويه، طبعا تشويه كبير جدا، أنا أتكلم كمؤرخ لن أتكلم كإنسان مسلم من أتباع البيت، لا، أتكلم كمؤرخ.
تلاحظ الآن في كل سنة أرى برنامج يتطرق إلى شخصيات تاريخية معينة ويجعلون منها سبباً في نعت اتجاهات فكرية معينة. وتلاحظون هناك شخصيات مهمة، مثلاً شخصية حسن الصباح. حسن الصباح شخصية، هو ليس اثنا عشري، هو إسماعيلي، يعني شيعي إسماعيلي فاطمي. يعني هذا الرجل أقام فكرا اسمه فكر المشع يعني الحشاشين، وبالتالي استطاع أن يقيم دولة وأقام كثير. احنا لا نقول معها ونحن ضدها، يعني الآن نحكي تاريخ يعني، ولكن طبعا تذكر في الدراما الخليجية بطريقة بشعة، رجل يقتل لأنه بها الإمام والأئمة وأهل البيت وما أدري شنو فيها، وكأنها يستغلون هذه الشخصية ويشوهوها لكاية لكي يوصلوا إلى إساءة إلى توجه معين، بينما حسن الصباح لم يكن كذلك. يعني وكل المعلومات التي أخذت عن حسن الصباح أخذت ليست من التاريخ الإسلامي، أخذت تصور منين؟ من واحد اسمه ماركو بولو، رحالة إيطالي، راح ورجع، راح للصين ورجع لأوروبا عن طريق إيران، فقعدوا بقهوة قالوا ما شنو، قالوا هذه يسموها قلعة عش العقاب، قال هاي شنو، قالوا أكو واحد اسمه حسن الصباح إسماعيلي كان يجيب الناس ويخدرهم ويحط لهم مخدر ويأخذهم إلى وادي بين إسوان يقول لهم هاي الجنة، وبعدين يصحيهم يرجعهم يقول لهم ها شفتوا الجنة، تعالوا روحوا قتلوا من أجل. هذا كلام هراء، واحد قاعد بالهذا. ماركو بولو عندما رجع كتب قال مررت بإيران وشبت منطقة، لأن هو رحالة يكتب عن كل شيء. العرب أخذوا هاي المعلومات واعتبروها شيء مقدس. إخوان هذا لا يعتد به، هذا رحالة وإيطالي وما له علاقة بالموضوع. وبعد ماركو بولو بحوالي 700-500 سنة، يعني بعد حسن الصباح ومشت هكذا. فقام يسوي مسلسلات، يعني احنا اقول لك انا لسنا مع فكر حسن الصباح، وليس لا رجل لا اثنى عشري ولا شيء، هو اسماعيلي ويمثل اتجاها معين فكريا ومذهبيا وغيرها. يعني لا نتكلم عنه كانه رجل نحن منتمين الى، ولكن نحكي على التشويه الذي يحصل في التاريخ وغيرها من الاشياء التي تحصل في الدراما الحاليه. ولهذا حقيقه علينا ان نكون جدا حذرين. الان هنالك تركيز على الدراما التاريخية، وتصوروا أن هنالك الآن جيل كامل يأخذ معلومات التاريخية من المسلسلات. نعم، وهذه طبعا هذا هو أسلوب أموي. الأمويين نجحوا في خلق مجتمع مرتبط بهم وهم الشوام، ولحد الآن الشوام مرتبطين بالفكر الأموي، ونجحوا في خلق مجتمع متوائم مع الأمويين مذهبيا وفكريا واجتماعيا وغيرها. يعني طبعا كما أن العراق أصبح مجتمعا علويا مؤمن بآل البيت وعشقه وحبه، وبالتالي أصبح متوائم يعني معه. وذلك ظهر هنالك فكران، فكر أموي شامي وفكر علوي عراقي، قاموا بغسل دماغ. الآن دا تصير نفس القضية، عملية غسل دماغ للمجتمعات من خلال هذه المسلسلات، ويطلع لك بنهاية المسلسل الطبري والبلاذري والمسعودي وغيرها، هو طبعا يأخذ له سطر ويقوم يضيف عليه طبعا، فيقول لك شوفوا هاي مصادر تاريخية معترف بها وغيرها، أجاب فيها دس كبير جدا. ولذلك هاي المسلسلات التاريخية أنا أتألم كثيرا عندما أشاهدها، لأنها فيها عدم صدق وفيها عدم وضوح وعدم يعني فيها استخدام كبير جدا، وليس فقط في هذا الاتجاه. يعني احنا نحكي الآن بالسحور، ما شاء الله احنا صارت بالعراق عندنا عادة سحور سياسي ونقاش بالسحر وشنو، ما شاء الله حتى وقت السحور صارت كلها مواضيع سياسية والناس تسهر عليها ما شاء الله. يعني ما يكفيهم اليوم كل برامج توك شو
مع السياسيين لا سووا ايضا سحور سياسي، هذا بس بالعراق يعني هذا جديد، هذا اختراع، هذا سحور سياسي يعني انا اعتبره يعني ما اريد اسمي هاي التسمية، يعني اقول بانه الان فقط ليس فقط في الجانب التاريخي، ايضا هنالك بداوا يتطرقون الى الرمزيات. الصراع السياسي اخذ يلقي بظلاله على كل شيء. الان توجد افكار، للاسف هذه الافكار بدات تنتشر بين اجيال كثيره، حتى يعني الاجيال في الجنوب بالذات، يعني انه المذهب الفلاني غير صالح للحكم، والطائفه الفلانيه غير صالحه للحكم، وبدات تغذى هذه القضيه. ثم بعد ذلك يوجد لك مسلسلات بانه هؤلاء الناس ليسوا عرب، ليسوا مسلمين، دول ذيول، دول تبعيه، دول مدري شنو، دول كذا. القصد هو تعبير عن صراع سياسي. في العراق يوجد صراع سياسي اخوان. الصراع السياسي كان قبل يحسم بالدبابه. ضابط 4 نجمات 3 نجمات، قاضي الدبابه راح طبعا القصر الجمهوري وارسل دبابه للاذاعه، سيطر على الاذاعه رقم 1، خلاص صار رئيس جمهوريه. الآن التغيير يكون بصندوق الاقتراع. بما أن صندوق الاقتراع هو للأغلبية، لذلك هذه البعض من الذين اعتادوا على السلطة لا يقتنعون بأنه الأغلبية هذه لها حق من خلال صندوق الاقتراع. لا، ذول الأغلبية حتى لو كانوا أغلبية، حتى لو كانوا فازوا بالانتخابات، بس ذول ذيول، ذول منحرفين، دول طائفيا خطأ، دول مجرمين، دول غير مسلمين، دول كذا، دول كذا، دول كذا، كنوع من عملية أنت عندما تشوه صورة المقابل، هذه التشويه سيكون له استحقاق سياسي. أنا الشريف الوحيد، أنا المسلم الوحيد، أنا المؤمن الوحيد، أنا العربي الوحيد، أنا الصح الوحيد، أنا القادر على قيادة العراق الوحيد، أنا القادر على تسيير السلطة الوحيد. بالتالي انه انت تاخذ استحقاق سياسي، انت يجب ان تقود العراق، يجب ان تاخذ موارد العراق، يجب ان تاخذ كل شيء، وبالتالي تسقط قضيه الانتخابات والاكثريه. شلون تسقطها؟ برموز. مره يسوي لك مسلسلات ان ابن الجنوب اللي يحكي بتشاه ابويا قلت لك وما ادري شنو، طلعوا لك متخلف منحرف كذا كذا. مره يطلعون العقال الجنوبي والشطفه الجنوبيه، طلعوا كل واحد منحرف حرامي ما ادري شنو، طلعوا كيابل هذا، طلعوا لك الشطفه الاخرى هذا، كنوع من الاسقاط، كنوع من غسيل الدماغ يعني، وكلها لاهداف سياسيه طبعا، يعني ليست بريئه جدا. ولهذا تلاحظون الان اكو نجح الفيس، نجح الفيس في غسل ادمغه الشباب بان اهل الجنوب لا يصلحون للسلطه، وأهل الجنوب ذيول. يا أبي ليش ذيول؟ ليش ذيول؟ تابعين يعني طبعا يعني احنا مسلمين وعندنا طوائف، اكو طوائف متقاربة، حتى هم ما عندك طوائف متقاربة لا معناها انت ذيل فلان، حتى لو كانت كل الوطنية فيك وكل هذا لا انت ذيل ما دام من الطائفة الفلانية. بدأوا يحاولون تشويه هذه القضية. الآن قناعة لدى كل العراقيين أن أهل الجنوب لا يصلحون للسلطة. بعدين شوي شوي لا، أهل الجنوب لا يملكون لا شرفا ولا مدري شنو ولا غيره ولا هذا، ومو مسلمين، هاي الطائفة منحرفة وخارجة عن القانون وغيرها، وما لها حق تكون بالعراق، ودولة ما لهم أي شيء. فتبدأ غسيل دماغ، وتلاحظون المظاهرات طلعت يعني بالجنوب الآن متجذرة، هاي روحوا بالناصرية وغيرها وغيرها ومناطق أخرى، يعني في البصرة في العمارة نفس هاي الأفكار، حتى في بغداد في مناطق معينة هذه الأفكار توغلت. والغريب أنه اللي يصنعها ناس من أهل الجنوب، لكن دعم من بعض الجهات، قناة شين، قناة فلان، قناة كذا، أي قناة هذا يعني، وبالتالي هم لديهم عقدة الدونية. فدائما شوف كل المسرحيات اللي طلعوك ابن الجنوب رذيل ورزيل، تلقى المؤلف جنوبي. كل الافلام اللي تطلع هذا الجنوب هذا المؤلف جنوبي. كل الفضائيات شين وغيرها اللي يعدون ويسمون كلهم جنوبيين. بس عقده الدونيه، عقده الذله،
عقده الخضوع، انني انا لا اكون سعيد الا بالخضوع لشيء معين اخر، ما عنده روح انني انا مواطن شريف لي الحق بالعيش كما لغير الحق، وكلنا لدى الحق، وكلنا على مستوى واحد في استلام السلطة، في المواقع، في الدين، في كل شيء. كلنا مسلمون، كلنا عراقيون، كلنا قادرون على أن نمتلك العراق، كلنا قادرين على أن نسير العراق، كلنا قادرين على أن نمتلك ضياعا في العراق، ليس حكرا على جهة معينة. هذا الإحساس بالدونية توغل للأسف. سأكون اليوم واضحا مباشرا، وبدأ ينصاعون لهذه الأفكار. تلاحظون الآن يطلعوا لك إنه كل واحد رذيل وغير محترم، طلعوك الشطفة الجنوبية. ليش؟ لا أخوان، الشطفة الجنوبية بها الخير كله، وبها بعض الناس مثل الشطفة الحمراء بها الخير كله وبها بعض الناس. يعني لا يمكن أن تظهر، يعني لا نسمح احنا حتى أنا واحد يطلع لك الشطفة الغرباوية الحمراء نطلعها سيئة. لا، ليش سيئة؟ أولا الناس لهم ما لهم وعليهم، ناس عرب وقبائل ومسلمين وغيرها، يجب أن لا نستنقص منهم. كذلك لا نسمح بأن يستنقص من هذا، وخصوصا عندما يكون الهدف سياسي من جهات معينة محسوبة على الجهات السياسية. يعني يجيك واحد الآن يقول أسا هذا وقت حجي وهذا أنت أخوان، احنا لما نعالج الطائفية معناها طائفيين، عندما نعالج المناطقية معناها مناطقية، ضعوفها مش علينا، وبعدين هذا الحكي ما هذا الحكي مو صحيح. المثقفين لازم ما يحجون، المثقفين لازم ينصاعون، لازم يصيرون دونيين ويخضعون لأفكار أخرى، تدفع الفلوس، تدفع دولار. يعني هو هذا الصح؟ لا 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 أبدا، يجب أن تقال كلمة الحق، ليس بالاعتداء وليس بتقليل قيمة المقابل، لا، يجب أن نستند على أرضية واحدة. نحن عراقيون سنة وشيعة وأكراد، كلنا للحق، كلنا مسلمين، كلنا شرفاء، كلنا فينا سيء وفينا إيجابي على اختلاف الزي مالنا، شطفة سوداء، شطفة حمراء، شراوية، شروال، كل هذا. أما والله لا، أنت ذاك ما أدري شنو هذا. يعني القضية فيها رمزية وبدأت تتناغم، وبدأ ابن الجنوب بالذات يقتنع بها، والمؤلف ابن الجنوب، والمتلقي ابن الجنوب، والمتحمس ابن الجنوب. بدأت الدونية تدب في النفس الجنوبية. لماذا؟ لماذا يا أخي؟ لماذا؟ احنا لا نقول لك انت اخذ حق الاخرين، لا ابدا، ولكن يجب ان يصير عندك اعتزاز بك كعراقي، بنفسك كعراقي. ما كافي الان الاجندات الخارجيه والمسلسلات الخارجيه التي تسيء للعراقيين كلهم، نجي النوبه احنا هم ما تنسي. يعني هجمه خارجيه وداخليه، صراع خارجين وداخلين، ويتحمل منه ابن الجنوب لأنه من الطائفة، لأنه من الانتماء المعين، لأنه كذا. لا أخوان، احنا بالعراق يجب أن نقتنع قناعة واحدة لا ثانية لها، أننا كلنا سواسية ولا أفضل لأحد. هذه القناعة يجب أن نزيل. والله احنا يجب أن لا، يجب أن تعود السلطة، ويجب هذا، وذولا ما ينفعوا، ذولا كذا، وذولا ساقطين، وذولا مدري شنو، وذولا من الحرفين. لا، هذه قضية أنا أفضل فأنا يجب أن أبقى والآخر يجب أن يموت، يجب أن تنتهي، تنتهي من الطرفين. ولا يمكن أن يقول واحد لا نحن الآن جينا وسيطرنا ويجب أن نأخذ حق. لا 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 لا، ما هكذا تبنى الأوطان أبدا، ولا هكذا تبنى الشعوب، ولا هكذا تبقى إطلاقا. هذا شيء يجب أن يزال. والله الشطفة الحمراء أشرف، الشطفة السوداء هذا ابن الكذا ما أدري شنو اللي يحكي. هذه قضية فيها رمزية طبعا، مو من الآن، هي مرتبطة بالدراما والفن، وهذا منذ الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات. كانت الإذاعة تطلع ماذا برامج حتى بالستينات، تصور بالستينات، بالستينات قبل انقلاب البعثيين يعني، حتى هذا كان لك برنامج اسمه قرقوز، يقدم أنور حروان وما أدري إيش الرباعي، واحد بغدادي من هذا، واحد من الجنوب. فهذا بويا شنو هي تلفزيون، شاي شلون منين يطلع هذا التلفزيون؟ وذاك ولك أنت ما تعرف التلفزيون، هذا التلفزيون جهاز.
طلعوا لك واحد يعني هسه كنت فلان فلوجه جيت وهذا بيها شوف كله بحيث هاي من الستينات هاي احنا تربينا عليها ما شاء الله يعني. ولكن طبعا الوعي قضى على هاي. القصد انه يجب ان نتخلص لانه هذه الشرور بدات في رمضان اخوان، فهي مناسبه نتحدث عنها. طبعا ساكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل. اهلا بك عزيزي المشاهد مره اخرى، ونحن في ساعات السحر، ونحن في اوقات ربانيه خاصه. الان القلوب متجهه الى الله سبحانه وتعالى، والاكف متجهه الى السماء، والجباه مثنيه على الارض ساجده لله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويعفو عنها ويرزقها. ولهذا فإننا في جو رحماني كبير. الأرواح أخوان، لا يتصور البعض أن الروح شيء داخل جسم الإنسان. الروح مو داخل جسم الإنسان، الروح هالة تحيط بجسم الإنسان. يعني ليست فقط الروح هي فقط، لو الروح داخل جسم الإنسان إذا واحد من يقصون إيده روح تقل، ومن يقصون رجله لازم روح تقل. يعني الروح إذا كانت بجسم، إذا كانت بجسم الإنسان يجب أن تكون في كل جزء من جسم الإنسان، وبالتالي عندما تقطع هذه الأجزاء بالتأكيد الروح ستقطع وهذا مستحيل. إذن الروح شيئا يخترق الجسد ويكون ما يسمى بالهالة أو الأورا تحيط بالإنسان، هذه هي الروح. ولذلك عندما نرى أناسا يعني الأرواح تلتقي، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، ما تشابه منها تلف وما اختلف منها تنافر، ما تشابه منها تلف وما اختلف منها تنافر. لذلك بعض الأحيان نشوف ناس لأول مرة نشوفها يعني نشوفها بالسيارة، نشوفها بالطريق، نحس نرتاح له، حس كأنما قاعدين وياه وشاربين وياه، فتشكل حبوب شكل واحنا ما شايفين ولا نعرفه. وبعض الحين لا، نشوف اشخاص رأسا نبغضهم ويبغضونه، ورأسا نحس بانه هذا روحه حامله، وهي دائما تصير. يعني انا اكو اشخاص ما اشوفه برأسا اقول هذا روحه حاقده، هذا انسان ما مرتاح لي. وشوف انسان لا، شلون وصلت لها؟ يعني عن طريق لا شفته ولا شافك ولا تعرفه ولا حتشوي وياك ولا اي شيء ولا خنزر عليك. الروح، الارواح، والارواح بعض الاحيان تتمدد، يعني تروح وتجي وانت جسمك موجود، يعني مو تطلع بالجسم. ولذلك تلاحظون بنشوف شخص مجرد ارواحنا تتداخل وتتالف بعض الاحيان. يعني ولهذا فإن الأرواح المؤمنة الآن تجدها يعني منتشرة، منتشية أيضا. هذا الانتشار وهذا الانتشاء يجعلك أنت أيضا تحس بهذا الإحساس، لأن أنت عندما تمر في أي مكان فيها أرواح طبعا، هذه الأرواح السعيدة المؤمنة المتبتلة روحك ستحس بها. طبعا الأرواح تحس بالأرواح الأخرى، أنت ما تحس بها كجسد، بتحس بها كعقل، لكن كروح تحس بها. فعندما تسير بذلك تشوف بالجامع، عندما تمر بالجامع تلاحظ أنت مرتاح نفسيا، روحك تحس بأمان، تحس باستقرار، تحس بثبات. لماذا؟ لأن المحيطين أرواحهم مرتخية سعيدة، بعيدة شوية عن البغضاء. طبعا أكو شواذ وأكو مجرمين، يعني ابن ملجم لعنة الله عليه قام بفعلته وهو في الجامع يعني في المسجد. يعني يوجد أشخاص يقومون بكل مساوئهم في المسجد، نعم يعني. ولكن هذه حالة شاذة يعني، وتحصل مرة يعني هنا وهناك، ولكن ليست حالة عامة. أغلب الناس اللي يذهبون للجامع يريدون يصلون، يريدون يرضون الله. أكو منافقين، أكو مرائين، أكو استعراضين، نعم، لكن إيش قد نسبتهم؟ 1%، 2%، 5%، 7%، 10%، لكن الأغلبية يأتون. ولذلك أنت عندما تمر بين هذه الأرواح أنت ما تحس بها بجسدك، لكن روحك تحسها،
تحس بالارتياح، تحس بالسعادة، تحس بعدم الخوف، تحس بالاطمئنان وغيرها من الأشياء. ولهذا الآن يعني أغلب الناس وخصوصا قبل صلاة الفجر وقبل الأذان أغلب الناس عاكفين على الصلاة والدعاء وقراءة القرآن. وذلك تلاحظون برمضان الناس تحس بارتياح بالمدينة، بالقرية، بالبيت، بالشارع، تحس أكو فجو مريح. السبب الأرواح مريحة. طبعا أكو كما قلت لكم إساءات، أكو ناس سيئين، أكو أرواح سيئة، ولكن بصورة عامة الأرواح مرتاحة. لذلك تلاحظ من تمشي بالشارع تشتري منها، تبيع منها، تقعد منها، الأرواح تقريبا أكثر ألفة، أكثر توادد، النفس أكثر راحة بسبب هذا الشيء اللي نقول عليه أنه الأرواح موجودة ومنتشرة. وبعض الأحيان أنت في مكان تتذكر شخص رأسا تشوفه قدامك، يعني ورا دقيقتين تشوفه قدامك. ليش؟ لأن أنت دخلت في عالم روحه وروحك يعني صار تليباثي، يعني صار تخاطر، وبالتالي انت من وصلت قريبه من عنده حسيت بيه، لان روحه حست بيه، روحك حست بيه، واذا فجاه تشوفه امامك. يعني هذه يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، يعني حتى الله سبحانه وتعالى لم يعطي تفاصيل عن الروح لانها شيء عظيم لا يعرف كنته الا الله سبحانه وتعالى. وعندما تخرج لا يعرف احد ولا يعرف عنها اي شيء، وعندما تدخل كيف تدخل لجسم الإنسان ومتى تدخل وكيف عندما يتكون الجنين، في أي أسبوع تدخل الروح، متى يصبح الإنسان فيه روح ومتى تخرج، وهو في رحم أمه ما بين هذا السائل الهلامي، أشياء كثيرة لا يمكن أن تنطبق عليها قوانين الفيزياء، هي مسائل روحانية، ذلك تسمى مسائل روحية، مسائل ربانية. تدخل الروح بعد فترة معينة إلى جسم قبل أسابيع معينة في البداية لا يسمى إنسانا حيا لأنه لم يتكون. بعد ذلك عندما تتكون العظام ويتكون اللحم وغيرها تدخل الروح لجسم الإنسان، يعني بعد فترة معينة ذلك إسقاط الجنين ولو إجهاض. طبعا قوانين الوضعية لا تتكون على القوانين الربانية، لأن القوانين الربانية تعتبر الإجهاض جريمة مطلقة حتى لو كان عمره يوم واحد، يعني هذه عملية قتل الجنين عملية مجرد أن يصير التلاقح بين البيضة والحيمن خلاص أصبح جنين، مشروع جنين. ليس من حقك أن تقتل هذا الإنسان، ليس من حقك أن توقف هذا المشروع، خلاص القوانين لا، القوانين لا تنظر إلى هذه القضية. قوانين تنظر أنه بعد فترة يعني من عمر الجنين عندما يتكون لديه روح لا يعتبروك قتلت نفس، يعني ليست بالساعات الأولى، وتطبق عليه قوانين معينة. والإجهاض طبعا في المرض يختلف، والإجهاض من غير الأم له حكم معين، إجهاض الأم لذاتها له حكم معين، وإذا ساعدها شخص من الأقربين إليها من أمها وأخوتها له حكم معين، وإذا ساعدها واحد أو وحدة من غير أهلها على الإجهاض لهم حكم معين. هاي في القوانين، قوانين لا أقصد في الجانب الديني، يعني القوانين تختلف. إذا ساعد أهلها أمها أبوها أخوتها يعني في الإجهاض تنطبق عليهم قوانين معينة، أما إذا شخص آخر وطبيب وكذا ومشين وساعدها تنطبق عليه قوانين أخرى. هذه كلها مرتبطة، هي قوانين وضعية. طبعا القوانين الوضعية لا تختلف عن القوانين عن المنحنى الديني، وأغلب القوانين هي جاءت بالتأكيد من المشرع الديني، ولكن بعض الأحيان ما يسمى بالقانون المدني يصبح فيه اجتهاد، اجتهاد خارج النص. طبعا لا اجتهاد خارج النص الديني بالتأكيد، القرآن ثابت يعني، ولكن يجتهدون خارج النص يعني. ولذلك هذا موضوع آخر، أقصد أن هذا الجو الروحي
الذي نعيشه الآن، ويعطينا نوع من الدفء والأمان والصحة والارتياح، هو ناتج من أن أرواحنا الآن تعيش حالة من حتى في العيد، تلاحظون في العيد أيضا نحس بفرح. هذا الفرح طبعا أسباب كثيرة، أولا بعد فترة وعيد والجو الاحتفالي والجانب النفسي، كل هذا صحيح، ولكن أيضا هنالك جانب آخر، إذا الآخرين كلهم أيضا معيدين، فإذا هنالك جانب روحي هو عايشين عيد، ذلك من يلتقون العوائل بالعيد تشوف الفرح والابتسامة والبشاشة فيما بينهم، واحد يضفي على الآخر نوعا من البشاشة والمرح، لأن الأرواح سعيدة، الأرواح منتشية، الأرواح متخلصة من جزء من الأدران والأحقاد. طبعا أكو في الأعياد مشاكل، وأكو في الأعياد أحقاد، وأكو هذا، بس نسبتها شقد يعني، ذات طابع معين وآلية في لحظة معينة ولها مسببات يعني. فإذا نتكلم نحن عن هذا الجانب الروحي الذي يحيط بنا الآن في البيت أو في العمل أو في الشارع أو في المقهى أو في كل مكان، هذا الجو. حتى الطالب، لاحظ الطالب في المدرسة أيام رمضان يحس بشعور آخر غير الشعور اللي كان يحس فيه سابقا، نوع من الارتياح، نوع من الاطمئنان، نوع من السكينة، لأن كل أرواح تحس هذا الإحساس. ولهذا نحن نتكلم عن هذا الجانب الروحي الذي نعيش فيه، ونتمنى أن يكون سائدا فينا إلى أطول فترة من أعمارنا. ولذلك اليوم أنا كنت في براح نفسي وحسيت بارتياح نفسي بعد صلاة المغرب يعني، وخصوصا بعد الطعام، الناس يحسون بارتياح آخر وبدعة أخرى بأخرى، والجسم يركن إلى الدعة والراحة والنوم، وبالتالي الإنسان إما يشاهد شيء أو يقرأ. فقرأت اليوم عندما كنت أقلب كتابي عظمة الله في الأرض، في هذا الكتاب وهو الجزء واحدا الجزء السابع من موسوعتنا عن عظمة الله، كنت أقرأ فصل كتبت عنه فترة، عظمة الله في البحار. يعني احنا كما قلنا بأن هذا البرنامج فيه رسالة، رسالة لإعادة الإيمان لأولئك الذين أثر فيهم الأجندات الخارجية والسوشيال ميديا، وبالتالي جعلوهم يبتعدون عن الله وعن الإيمان، خصوصا من الشباب. تلاحظون يا أبنائي ويا أخوتي أن كل شيء وضعه الله بمقياس ومقدار، أي اختلال فإن الحياة لا تستمر. تلاحظون ثلاثة أرباع الكرة الأرضية هي ماء، وربع أرض يابسة. لو تصورنا أن الأرض عبارة عن نصف يابسة ونصف بحار، لا أعتقد أن الحياة ستستمر إطلاقا، لأيام لن تستمر. ولو تصورنا أن عمق البحار أعمق من الآن، يعني الآن البحار أعماقها يعني كيلومتر، كيلومترين، ثلاثة، أربعة، أعمق شيء 11 كيلومتر يعني. لو اختلفت هذه البحار أيضا لما بقت على الحياة، على الأرض حياة. وأيضا وجود هذه الحفر العميقة أيضا لها ضرورة جدا. تصوروا أن الماء الآن، هذا الآن بهذا القدح، لو يعني هذا القدح الآن يمكن بالشتاء يراد لشهر يلا يتبخر بالشتاء، لكن بالصيف يمكن يتبخر بيومين يعني. لكن هذا العصير الآن أو هذا الماء رميته على الأرض واتسع بثواني،
يتبخر، بلحظات يتبخر، لأنه اتساع كما قلنا وحركة الهواء، وبالتالي يصير تبخر، وبالتالي تصعد ذرات المياه، وبالتالي يأخذ الهواء ثم تجي الأخرى وهكذا، وبالتالي يتبخر. هذا الماء أين يذهب؟ يذهب إلى السماء، وبالتالي يكون غيوم. هذه الغيوم تصل إلى طبقة معينة، تمطر ماء حلوا، تكون أنهارا، هذه الأنهار تعيش منها، يعيش منها الإنسان والحيواني والشجر والزراعة. لو الأرض مو يعني الماء أقل من هذا الاتساع، فنسبة التبخر ستكون قليلة، والغيوم ستكون أقل، والمطر سيكون أقل، وبالتالي الأنهار ستكون أقل، وذلك بظرف سنوات ستنتهي الحياة على الأرض. لكن تلاحظون أكو بالانس، أكو توازن. منذ ملايين سنين الله خلق الأرض، والأنهار مستمرة، والغيوم مستمرة، والأراضي طبعا أكو الآن global warming، يعني تغير بالمناخ، وهذا بفعل الإنسان. عندما تدخل الإنسان بشكل أثر تأثيرا كبيرا جدا. يعني هذه آية من آيات الله، اتساع البحار كاتساع، شوف الأرض عمقها تصل إلى عمق الأرض، إلى المادة المتفجرة النارية في عمق الأرض. هذه طبقة صلدة تسمى هاي بالطبقة التكتونية، يعني هذه طبعا هاي تتكون من صفائح، وذلك أي اختلال بالصفائح تحدث حركة تصير الزلازل. يعني تصوروا الأرض لو لم تكن بها هذه الطبقة الصلدة، لكان الأرض الآن تصعد وتنزل، ويظهر لك جبل منها ويطلع لك منها وادي، الأرض تمور. لكن الله سبحانه وتعالى حط قلب الأرض مادة ساخنة متفجرة من مواد معدنية منصهرة، وخلى طبقة، لكن يصير بها تنفيس. هذا اللي تسوي البراكين، هذه البراكين تخرج من بعض، طبعا الطبقات التكتونية صفائح، هي الصفيحة الآسيوية، الصفيحة الأفريقية، الصفيحة الأوروبية، يستغل بعض الأحيان هذا الضغط فتصير حركة. هذه الحركة هي اللي تكون كما قلنا البراكين، وتكون الزلازل. طبعا لهذا فإن أي اختلال في هذا الجانب يؤدي إلى تأثير كبير جدا. وذلك تلاحظون لو كان عمق البحر عميق أكثر، يعني لكان وصل البحر إلى المادة المنصهرة، يعني لو 40 كيلو متر سيكون منطقة قريبة جدا من الحرارة، وبالتالي المياه إما تنزل إلى المنطقة المتصهرة وبالتالي تتبخر وتكون شيء آخر، أو تكون العكس، يعني انفجارا. ولذلك في حد معين الأرض لا صلبة تبقى، ولكن البحر لا يمكن أن يكون في عمق كبير جدا، وهذا جزء من التوازن الذي أوجده الله على الأرض. هذه واحدة من آيات الله سبحانه، أي اختلال بها يؤدي إلى دمار الكرة الأرضية. ولذلك الآن عندما تدخل الإنسان حصلت تغيرات كبيرة جدا قد تؤدي إلى نهاية الأرض لو استمرت. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ونحن في هذا الجو القرآني الرمضاني، ونحن نقرأ القرآن. نستذكر حقيقة ذلك الدور العظيم الذي بذله الإمام علي عليه السلام في جمع هذا القرآن. يعني طبعا قضية جمع القرآن، طبعا كنا حتى نقرأ متوسطة وقد تم جمع القرآن في زمن عثمان بن عفان، يعني الخليفة الثالث وغيرها، وقد تم جلب الرقاع من كذا وفلانة وفلان وفلتان وفلتان، وهذا هذا الذي نقرأه. الحقيقة هاي معلومات غير صحيحة، يعني وبعدين عندما كلف الخليفة الثالث فلان وفلان وفلان لجمع القرآن وترتيبه، يعني هذه أيضا قضية أخرى.
بهذا الموضوع هنالك تشويه وعدم دقة في المعلومات التاريخية أبدا. أولا القرآن كان مجموع ومرتب عند الإمام علي عليه السلام، يعني قد يجيك واحد يقول لك لا، نعم كان مرتبا ومجموعا عند الإمام علي عليه السلام. والدليل على ذلك عندما حصلت سقيفة بني ساعدة وأصبح أبو بكر الصديق خليفة، الإمام علي كان يعني له رأي موقف يعني. بعد أيام جاء لهم قال لهم هذا القرآن يجب أن نسير على هذا القرآن. طبعا بعض قال له لا، لدينا نسخ كثيرة يعني وليس ذا حاجة لنا، ولكنه بقى قرآن تسير عليه الأمة، وهو الأساس الذي تم حتى اللجنة التي تكونت في زمن عثمان كانت تسير على ضوء الترتيب الذي وضعه الإمام علي عليه السلام. وذلك تلاحظون القرآن مبوب بطريقة معينة ثابتة لا اختلاف فيها. أما تقول لي مصحف فاطمة، هذه الفرية والأكذوبة الذي يريدون الإساءة فيها لمحبي آل البيت، شنو مصحف فاطمة؟ ماكو شيء اسمه مصحف فاطمة. هنالك الإمام علي عليه السلام، هنالك قضية، الرسول كان عندما يبلي على الإمام علي عليه السلام بكتابة إحدى الآيات، على الحواشي أبو الحسن يسأل طبعا، فالرسول يقول له هذه نزلت بحق كذا وكذا 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 يعني، فالإمام علي عليه السلام يكتب على حواشي القرآن يعني. ولذلك هذا القرآن كان فيه معلومات كثيرة، وحتى الرسول كان يقول للإمام علي هذه يجب أن لا يعلم بها فلان لأنه قد تضر يعني سمعة كذا وكذا وكذا، وبالتالي كانت فيها معلومات شبه خاصة، فكان الإمام علي يكتبها على الحواش. هذا كان موجود في بيت فاطمة عليه السلام. شنو قرآن فاطمة يعني؟ هو القرآن نفسه، وهو قرآن الذي كتبه علي بن أبي طالب، وهو قرآن الذي نسير عليه الآن بالوقت الحاضر، وهو القرآن الذي أثبت في كل يوم نحن نزلنا الذكرى ونحن له الحافظون. وهنالك دور كبير جدا للإمام علي عليه السلام في تبويب هذا القرآن وفي تسلسله وأيضا في الحفاظ عليه. يعني كانت آيات، يعني قد يقول قائل ما المصادر التاريخية تقول بأن وجدت تحت عند حفص وعند السيدة عائشة والسيدة حفصة وجود بعض، نعم جوجد، لأنه كانت بعض النسخ تستنسخ، يعني يأتون ويستنسخون من الآيات الموجودة عند الإمام علي، يعني جزءا من الآيات مستنسخة كانت تذهب إلى فلان وإلى فلان، نعم كانت تحصل. ولذلك ماذا فعل الخليفة عثمان عندما جمع القرآن؟ أمر بحرق هذه. طبعا قد لا يستوعب البعض واحد أنه تحرق الأشياء الأخرى، يعني هي وجهة نظر، أنا لا أتدخل بهذا الموضوع كثيرا. ولذلك جمع القرآن، هو القرآن مجموع، يعني حتى عندما نأتي الآن ونقول حسب قراءة حفص عن عاصم، من هو حفص ومن هو عاصم؟ ذولا من أتباع علي بن أبي طالب في الكوفة. حفص عن عاصم، هؤلاء الناس عراقيون من أهل الكوفة من أتباع الإمام علي عليه السلام. يعني مو تصور حفص يعني بنت عمر بن الخطاب، لا، عن حفص عن عاصم، وهذا هو هؤلاء الناس من أهل الكوفة من أتباع الإمام علي عليه السلام، وبالتالي هم أخذوها عن الإمام علي عليه السلام. يعني حتى الترتيب الذي يرتب هو رتب في الكوفة فيما بعد، والذي دور كبير جدا للعراقيين في هذا الترتيب. يعني بذلك لما تسأل تقول له منو حفص؟
منو عاصم، واحد يشمرك يمين واحد يشمرك شمال، وهذا وكان مولى وكان كذا وكان قريبا وكان ما ادري شنو وكلفه الخليفة، وهذا غير صحيح. عن حفص عن عاصم اثنين عراقيين من محبي آل البيت في الكوفة، في الكوفة، في الكوفة، نعم. وذلك وهم كانوا متقيدين تقيدا كبيرا جدا بنسخة الإمام علي، وبالتالي فإن القرآن كان محفوظا، الله سبحانه وتعالى يعني نحن نزلنا الذكرى ونحن له لحافظون. وأيضا واحدة من الأشياء التي تثبت أنه القرآن من الله سبحانه وتعالى، أن الآن بدنا نكتشف أشياء عظيمة جدا. مثلا كنا نكتشف بأنه تسلسل الآية، مثلا النحل، وجدنا بأن الكروموسومات النحل هي نفس الرقم. عندما نجد أي شيء آخر نشوف التسلسل الكروموسومي مثلا في هذا هو نفس العدد الكروموسومي الموجود في الكائن الفلاني. ولذلك يؤكد بأن هنالك توجد رياضيات، يعني من يقول بأن هنالك اختلاف بالقرآن وهذا، لا لا، هنالك كتب كثيرة اسمها الرياضيات في القرآن الكريم، الحساب في القرآن الكريم. فالتسلسل غريب جدا، فشيء عظيم، الحرف يبتدئ به تلقاه بالوسط تلقاه بالنهاية، هنالك توازن بالأحرف حتى بالأحرف، تجمع النقاط اللي قبل وما النقاط تلقاها متوازنة. يعني طبعا القرآن نقط فيما بعد، نسخة القرآن الكريم الأولى لم تكن منقطة، نقط القرآن الكريم فيما بعد في زمن الإمام علي عليه السلام، ثم قال له لأبي الأسود الدؤلي، ثم جاء الدور، وأيضا نقطت في الكوفة. ولذلك حتى هذه النقط محسوبة في القرآن قبل أن ينقط القرآن، يعني الأحرف كانت الباء والتاء والثاء كل نفس الحركة، والقاف والفاء نفس الحركة، والياء يعني كل نفس الحركة، لكن بعدين نقط عندما حصلت بها مشاكل ما بين صبغة الله وصنعة الله، والناس قاموا يقرؤوا بشكل خاطئ، وبالتالي أمر الإمام عليه السلام بأن ينقط الكتابة العربية. وهذا موضوع آخر نتكلم عنه في حلقات قادمة، وبذلك أقول لكم إلى اللقاء، وسحورا طيبا مع رق تحياتي.